السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة مع ميديو. اليوم احنا متواجدين في مدينة اكادير في الرومبوا حي السلام. اذا في هذا الرومبوا هذه اللي غادي نشوفوا الاصلاحات، وغادي نشوفوا الطريق ديال امالواي، ونشوفوا دوك الجرادين اللي غادي يكونوا على جنب ديال الطريق. فرجة ممتعة، ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج وكومونتير. احنا كما قلنا احنا في الرومبوا ديال السلام. اذا هاد الرومبوا هذه هي اللي و يعني تقريبا راه كاع الشوارع ديال راه فيهم الاصلاحات، وان شاء الله مرة غنلوحو الشوارع ونشوفو فين صاروا الاصلاحات. كما تتشوفو هنايا يعني هادو لي رونفا اللي غيكونو مزيانين، غتكون فيها حتى هما يكونو الجرادي، يكونو الرصد ديال الماء، وهادي يعني غتكون شي حاجة مزيانة ان شاء الله. الاصلاحات مازال كاينين، ولكن راه تقريبا ولات تقدد شي. تبارك الله، نتوما كما تتشوفوا يعني غادي يكون الطريق ديال امالواي هذه اللي هنا صراحه ولات يقدوا هاد الممرات وتيديروا الجرادي، يعني الامور غاديه مزيان. الأشغال مازال مستمرة، هاد البلاصة راه غير هي البلاصة تيقدوها باش يغرسو فيها. إذن على الطول ديال هاد الشارع هذا غادي يكون يعني كاين نخل، وغادي يكون يعني غادي تكون الكازو نقول زعما ديال النخل، ودايرين حتى دايرين يديروا لي الكوتا كوت كما تتشوفوا. يعني غادي يولي ان شاء الله تولي الخضورية هنا، وغيكونوا الجرادي، يكون واحد المنظر اللي رائع جدا. وفي الجهة الاخرى على اليمين غادي يكون الطريق ديال امالواي، ان شاء الله واحد شويه راه غادي نشوفوها حتى هي. اذا قولوا لنا في الكومونتير كيف جاوكم هاد الاصلاحات. الاشعار مازال خدامين، يعني ما تشوفوا هنا تيقدوا يديروا الكازو هنايا، كاين النخل صراحه تعطي واحد الجماليه مزيانه. يعني ان شاء الله غتولي الطريق هادي اللي جايه من السلام، وغادي تخرج غادي تدي لتيكيوين. يعني كل مره غنشوفوا واحد البلاصه ونوريو الاشغال ديالها وفين وصلوا ان شاء الله. كتبوا لنا في التعاليق كيفاش جاتكم، الاصلاحات هادو. في الطرقان يعني هاد البلاصة هادي تكون الباساج ديال الراجلين،
مزيانة، عيطوا لي الأمور مزيانة. نمشيو أنا دابا الباصاج جايب لي هكذا، يعني بحال هكذا. هذا الطريق ديال فالواي، غيكون فالواي يعني. مزيان هنا الطريق ديال امالواي، وهنا يعني تا الإنارة دارو، يعني تا الإنارة شي حاجة مزيانة نتوما تتشوفوهم. ديال الإنارة يعني خدامين، يعني قريب هادشي سالي، مبقاش بزاف. إذن هالرؤية بالليل، يعني الإنارة بالليل يعني اللي دارو، يعني صراحة غيكون مزيان هادشي. يعني مش باقي كاع، باقي ما سالاوش، يعني يعني بالليل تاهو تتكون واحد الجمالية. شكرا على المشاهدة، نتلاقاو في فيديو جديد اخر ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج وكومونتير.